والله عيب علينا، عيب والله. هذا طرح يعني هسه متخوف من شنو يا اخي؟ انا مو قصدي على هذا، قصدي انه ممكن ان يقدمون مقترحات اخرى افضل، وقف القصف الفوري. نعم، هذه اهم شيء بالوقت الحاضر، ثم ناتي اي شيء بعد ذلك ممكن ان يتم التفاوض به. عندهم اسرى بعدين هم شوفوا الضعف مالتهم، يعني هم دخلوا لهم بالرشاشات بالبنادق وبالقاذفات الار بي جي وصواريخ مصنوعه في غزه اغلبها، يعني زين انتم تركتوا المقاتلين اللي دخلوا عليكم وما قتلتوهم بصوره صحيحه وبديتوا تقصفون بالمدنيين. هذه شنو تفسيرها؟ اليوم اني قوه قتاليه امامي اقاتلها، احنا ايش قد قاتلنا؟ ما ضربنا مدنيين. والله عندنا مواقف يعني اذكرها جيدا، يعني ما اذكر بلدات، يعني في زمن داعش ربما، في ازمان اخرى قديمه بالتسعينات كنا يعني حتى تصدر اوامر ما 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 نتقرب من المدنيين، خاصه اتكلم في معارك جرت في 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 شمال العراق. نعم. ما نقبل، يعني ما نقبل ذولا اهلنا، وما يجوز انه تقرب على المدنيين. زين اكو عندهم مقاتلين، قاتلهم، قاتل مقاتليهم، اما انت تروح فورا بالمدفعيه وبالدبابات وتقصف المدنيين، وين الرجوله؟ وين النخوه والشهامه والشجاعه في هذا الموضوع؟ وينها؟ فلذلك انا اعتذر من نسيت، لكنه اكو كلام يعني مو لهالدرجه الضعف. عمي لا تدخلون معركه، لا تدخلون معركه، نعرف قابلياتكم ما تدخلون معركه. نعم. بس اكو قرارات اخرى اقوى، اكو قرارات يعني شعوب كلها منتفضه، وانتم مدى تلبون مطالب شعوبكم بس قاعدين على الحكومات مالتكم، والنواب وحد والرؤساء وحد والملوك وحد وكلها ملتهيه في نزواتها واموالها. زين وهذا الشعب محترق دمه وما يقدر يعمل اي شيء، يشوف ذول اولاد عمه واخوته في غزه وغير مكان يوميه دي يموتون، واحنا بس شغلتنا نتفرج على القنوات التلفزيونيه. نعم. شنو نقدر نسوي؟ طيب ها، ونكتب تغريدات وتنديدات واستنكارات، والله عيب علينا، عيب.